إذا عندنا losses هاي سببها two reasons. في سببين لل losses. Two reasons for the loss. السبب الأول هو change of cross sectional area. Sectional area of the flow path. المسار اللي بيعمل الفلو عليه هذا بصير في عماله change of cross sectional area. لكن لاحظوا كمان التغير في اتجاه هذا بسبب loss. يعني الفلو جاي في اتجاه معين وبضرب في الكور وبده ينزل، هذا بتسبب loss حتى لو في شيء cross sectional، في شيء change of cross sectional area. إذا change in the direction of the flow. هذول هم السببين اللي بسببوا للloss. حتى نحسب هذول اللوس ما نلجأ، بنضطر نلجأ in practice the K factor. هي اللي حكينا عنه الـ K factor اللي هون. الـ K factor is determined. ايش التعبير اللي استعملناه؟ experimentally أو empirically. تعقيد الفالز هذول والفيتنج صعب اني اطلع الكي فاكتور اناليتيكلي، اني اكتب ايكويشنز واطلعه، مضطر اني اطلعه اكسبيرمنتلي. زي ما انتم اقترحتوا ممكن انا اجيب الفيتنج هاي، مثلا نفترض عندي هون اللي رسمناها قبل شوي الفالف، او اللي شفناها قبل شوي الفالف، عندي فلو، عندي فلو، وفي داخل فلو هون، اذا بقدر انا اقيس البريشر 2 واقيس البريشر 1 بقدر اعرف الفرق بالبريشر ما بين الاثنين، فهذا راح يعطيني P1 minus P2 راح يعطيني دلتا P، ودلتا P انا بقدر احوله ل HL باني اضربه. عندي دي دلتا P بساوي HL في رو في G، ف HL بساوي دلتا P على رو في G. طبعا هذا هون لكل فلو من الفلوز هاي الدلتا P لازم اربطه في الـ K factor منه، فبنقدر نطلع الـ K factor بالحالة هاي اعتمادا على الفلو. الفلو طبعا بيحدد في، مش هيك؟ ايش العلاقه بين الفلو وفي والكروس سكشنال اريا؟ قلنا انه في بتساوي كيو على دي، واي بتساوي باي دي على 2 اربع. اوكي؟ لازم يكون في سمر هون في دي حتى اقدر اطلع منها في. اذا طلعت في بعوض في هون، جي بعرفها بقدر اطلع كي واربط هذول بينهم بين اتش ال دلتا بي. اذا انواع الفالفز اللي رح نطلع عليهم، خلينا نحطهم على جدول على الصفحه الجديده.